يا دموعي في الهجران مجرى وتجففي في الفؤاد صبرا، فلا تحسبي منصور راح مرتحلا، فكيف يموت من للشعب مفخرا. أيها الشعب الحزين، لقد ذهب عنا أبو لؤي منصور الأهوازي، ذهب العلم الشامخ بالوطنية والإبا، والمثل الأعلى للتفاني والتضحية، ومنارة السعي الدؤوب والمثابرة من أجل تحقيق الطموح الوطنية. ذهبت يا أبا لؤي وتركت الحزن مغمرا بنا، كما يغمر الظلام الضياء، نعم كما يغمر الظلام الضياء. رحمك الله، لن ينساك شعبك، لأنك كنت طيبا ومخلصا وصادقا، وكنت كل المعاني وما تحمله الأخلاق النبيلة. لم يكن المجد يوما أمنية قائية لك، ولم تكن الشهرة مسعا لك، ولم تكن السيادة والثروة مطلبا في حياتك. لقد كنت كاملا، وكانت أمنيتك الجوهرية هي خدمة شعبك بكل ما تملكه، حتى أصبحت شمعة تحرق نفسها وتضيء الدرب للآخرين. كنت بسيطا في أعمالك، صادقا في أقوالك، ومستقيما في مبادئك وآرائك، وشفافا في بيان قناعاتك، طبيعيا في تصرفاتك وسلوكك، حرا فيما تحب وما تكره، كما كنت أنيق الملبس، نظيف الجسم، نزيه العقل والقلب، وصريح الرأي، بعيدا بعيدا عن النميمة والمصانعة والتسلط، وتاركا الخوف والتذبذب أمام الأعداء. كنت تعيش دون أن تبغض أحدا، وتحب دون أن تغار من أحد. كنت مترفعا مترفعا مترفعا، ولكن بوطنيتك الأهوازية، دون أن تترفع على أي أحد. وكنت متقدما سباقا، دون أن تدوس من هم دونك، ولا تحسد أحدا، حتى عفوت عن كل ما قيل عنك، وكنت كما قيل يطالبني في الدين قومي، وإن مديوني لفي أشياء تكسبهم حمدا، وإن الذي بيني وبين بنو قومي، لمختلف جدا، إن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، فلا أحمل الحقد القديم عليهم، فليس ريس القوم من يحمل الحقد لقد كنت معنى عمليا وحقيقيا لهذا، ولهذا السبب يبكيك شعبك، وتبكيك الإنسانية على ما قدمته لهم. نعم، عجز المحب إذا لم يقض من سقم،
إن راح منه حبيب خير ملتزم. ليس العجيب بأن تفنى بذي حسب، بل العجيب إذا تبقى بلا علم، بل العجيب إذا تبقى بلا علم. مذ صار ركبكم يا أبا لؤي، مذ صار ركبكم صارت بي العلل، أسلمت نفسي للآهات والألم. رحمك الله يا منصور وجعلك في فسيح جناته، يا أيها السرمدي الخالد في ذاكرة الشعب الأهوازي البطل. والسلام عليكم ورحمة الله. أخواني، الآن يأتي دور كلمة الحزب، ويقرأ هذه الكلمة على مسامعكم الأخ وجدان عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في رثاء كاسر حاجز المستحيل، وبالفعل كاسر حاجز المستحيل، إن التاريخ البشري زاخر برجال خلدتهم الأجيال بشجاعة مواقفهم وصمودهم في سبيل القضايا العادلة، فظلت ذكراهم راسخة في وجدان الجماهير، تحثهم على رفض اليأس ونبذ الإحباط حتى نيل الكرامة والحرية. وسيبقى البطل الرمز منصور الأهوازي مثالا لرجل المهام الصعبة الذي لم يتنصل عن المبادئ التي كافح